فاز لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو أحمد أبو غوش اليوم الأحد بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد منافسته مع 4 لاعبين عالميين، وحل المدرب الوطني فارس العساف في المركز الثاني في جائزة أفضل مدرب في العالم بعد مدرب من أذربيجان، في ظل الإنجاز الذي حققه في أولمبياد ريو دي جانيرو والمتمثل بقيادته أحمد أبو غوش لتحقيق الميدالية الذهبية. وفي حديث خاص لرؤيا عبر أبو غوش ومدربه العساف عن فخرهما الكبير بالإنجاز الذي تم تحقيقه اليوم في أذربيجان. حقق فريق المنشية فوزا صعبا على نظيره الصريح بهدف دون رد ضمن منافسات دوري المحترفين، وفي لقاء آخر حقق الجزيرة فوزا كبيرا على البقعة وب4 أهداف مقابل هدف ليحتفظ الجزيرة بصدارة الترتيب العام للبطولة. حصد الأردن 12 ميدالية ذهبية في ختام بطولة العالم بالتايكونجستو والتي أقيمت في العقبة بمشاركة 17 دولة عربية وعالمية، فيما جمع 4 ميداليات فضية وبرونزيتان محققا بذلك المركز الأول في المجموع العام. وجاء ثانيا دولة الإمارات العربية المتحدة والتي جمعت 6 ميداليات ذهبية ومثلها فضية، وحل ثالثا منتخب الجزائر الذي حصد 3 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية وبرونزية واحدة. وكان مدرج ساحة الثورة العربية الكبرى قد شهد انطلاق البطولة على مدار يومين، وفي نهاية البطولة قام رؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات. بلغ فريق أمريكا المكسيكي وكاشيما أنتلرز الياباني دور نصف نهائي من كأس العالم للأندية بعد إقصائهما لتشومبوك الكوري الجنوبي وسان داونز من جنوب إفريقيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تأهل أمريكا المكسيكي بطل كونكا كاف إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بفوزه على تشومبوك الكوري الجنوبي بطل آسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الثمانية، وافتتح كيم كيونغ التسجيل للفريق الكوري في الدقيقة 23 قبل أن ينجح الأرجنتيني سيلفيو روميرو من إحراز هدفين للفريق المكسيكي في الدقيقة 58 و74 ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في يوكوهاما. وفي لقاء آخر تأهل كاشيما إنتلز بطل اليابان إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على سان داونز الجنوب إفريقي بطل إفريقيا بهدفين دون رد، حيث دفع سان داونز ثمن إهدار عدد كبير من الفرص في الشوط الأول بعد أن سيطر كاشيما في الشوط الثاني وسجل هدفين، وتقدم ياسوشي إندو بهدف لكاشيما في الدقيقة 63 بعد تمريرات متقنة، وأضاف البديل موكا نازاكي الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 88، وكان كاشيما قد اجتاز الدور التمهيدي بعدما تغلب على أوكلاند سيتي نيوزلندي بهدفين مقابل هدف وحيد. وسيلعب كاشيما في قبل النهائي مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي سان داونز في اليوم ذاته مع تشومبوك الكوري الجنوبي بطل آسيا لتحديد صاحب المركز الخامس. وصل فريق أيك أثينا مطاردته لفريقه أولمبياكوس متصدر الدوري اليوناني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليفاديوكس 4 أهداف دون رد. في افتتاح مباريات الأسبوع 11 من الدوري اليوناني لكرة القدم حقق أيك أثينا فوزا كبيرا على ضيفه ليفاديوكس 4 أهداف دون رد في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي في أثينا. الفريق الضيف تلقى ضربة موجعة بتعرض حارسه نماسكو للطرد في الدقيقة 16 ليستغل أيك التفوق العددي، وافتتح التسجيل عبر أندريا سايموس بطريقة جميلة في الدقيقة 28 وأنهى به مجريات الشوط الأول.
في الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض تفوقهم، وأضاف توماس الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم عزز غلان بولوس من تفوق فريقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يختتم رودريغيز رباعية فريقه برأسية سكنت الشباك في الدقيقة 80. هذا الفوز رفع رصيد أياك أثينا إلى 19 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بست نقاط كاملة عن المتصدر أولمبياكوس، فيما بقي ليفا ديوكس في المركز 11 ب 12 نقطة.